أحب الله عبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإذا أحبه الحب البالغ اقتناه. قالوا: ما اقتناؤه؟ قال: لا يترك له مالا ولا ولدا. إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. إذا أحب الله عبدا تلاه ليسمع تضرعه. إذا أحب الله عبدا قذف حبه في قلوب الملائكة. وإذا أبغض الله عبدا قذف بغضه في قلوب الملائكة، ثم يقذفه في قلوب الآدميين.